مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن تفاعلكم مع حلقاتنا السابقة، ونأمل أن تضعوا إعجاباً لهذه الحلقة، فمنا المحتوى الهادف ومنكم التفاعل البناء، وشكراً لكم دائماً وأبداً. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم رويم. اسم رويم ليس من الأسماء العلم التي جاءت من الأصل الأعجمي مثل ما يظن البعض، وهذا ما تعرفنا عليه من خلال معجم معاني الأسماء الذي أشار إلى أن اسم رويم من الأسماء العلم العربية الأصل. ويمكن القول بأن أصل التسمية باسم رويم وفقاً لما جاء في معجم معاني الأسماء هو تصغير ريم، الذي يستخدم هو الآخر كاسم علم مؤنث، فهو في هذه الحالة يكون بمعنى الظبي الأبيض الذي لا يزال صغير. حكم التسمية باسم رويم. اسم رويم هو من الأصل العربي، وهو لا يحمل أي معنى متعارض مع الدين الحنيف، كما أنه غير مرتبط بأي ديانة أخرى أو يدعو إلى الشرك بالله، أي إن اسم رويم لم يدخل في أي قسم من الأقسام الخاصة بالأسماء الممنوعة أو المحرمة شرعاً. وبالتالي فإن علماء الدين قد أكدوا على جواز التسمية باسم رويم في الدين الإسلامي دون وجود ما يحرم ذلك. صفات صاحبة اسم رويم. صاحبة اسم رويم هي شخصية عصامية تحب أن تسعى لتحقيق أهدافها بنفسها، تحب أن تخطط لحياتها ومستقبلها ووضع أهداف واضحة تسعى للحصول عليها. شخصيتها قيادية ناجحة وقوية وواثقة في نفسها وقدراتها. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم رويم؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.